الكونكشن بين سترينجر اند كروس جيردر كله شايف كده وسامع الصوت بوضوح. دكتور تمام تمام. بلغوا الطلبه انا خدت الغياب لغايه 11 و3 دقائق اللي ما كانش حاضر بعدها، وادي مره تانية هي هنسيفه مع بعض قدامكم اهوت. انا عامل شيرنج معاكم في السكرين اهو عشان برضو ما حدش يجي يقول الساعه 11 و5 هيت، ما فيش الا 45 او 46 طالب حاضر اهو. وانا هبلغ الدكتور احمد وهنبلغ المعيدين عشان الغياب هيتحط عليه درجات كتيرة المره دي بقى. بعد اذن حضرتك يا دكتور، في حاجه صغيره بس، ان النهارده عندنا مناقشه المشروع فاغلب الناس في الكليه ممكن تكون موجوده في الكليه. احنا متفقين النهارده اونلاين، اللي رايح المشروع مش رايح النهارده. يعني والله يا دكتور انا في الكليه ذات نفسي وعندي مناقشه مشروع و انا ماليش دعوه. يعني احنا دلوقتي معادنا في مواعيد في الكليه وفي مواعيد في الاونلاين. دلوقتي الجدول اللي نازل الكليه المحاضره دي اونلاين. انا الدكتور احمد كان الميعاد مغيره اخر النهار، انا مغيرتش الميعاد عشان كده، عشان لما حدش يزعل مننا لما ننقص حد على الدرجات. احنا ما كناش بنعمل في انشاءات كان بيحضر 220 طالب من 270، بس بصراحه لما الاقي 50 طالب وبرحبكم انتوا بقى. يلا السترينجر كروس جيردر كونكشن، لو بصينا في الكروس سيكشن اللي على اليمين، بص ده لما زي ما الدكتور احمد شرح لكم، هتلاقي ان السترينجر بتلقى على الكروس جيرد. حسب بقى ما انت عندك كام تراك، اذا كان سنجل تراك هيبقى فيه اتنين سترينجر بيتقاطعوا مع الكروس جيرد، اذا كان دبل تراك هيبقى عندنا كام؟ 4 سترينجر بيتقاطعوا مع الكروس جيرد. ده في الكروس سيكشن. طيب نشوف السترينجر كروس السترينجر كروس جيردر كونكشن فين تاني؟ في البلان. تمام، بس اني بلان بقى اللي ظاهر فيه السترينجرز بريسنج معايا. بص خلي بالك، ادي السترينجر اهي، التراك الاولاني واحده فوق وواحده تانيه، والتانيه اهي زيها. يبقى الكونكشن بين السترينجر والكروس جيردر هي التقاطع في البلان بين السترينجر الطولية والكروس جيردر العرضية. تمام، يبقى اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة السترينجر كروس جيردر كونكشن، بتظهر معايا في الكروس سيكشن بين السترينجر والكروس جيردر زي ما انتوا شايفين في الدايرة اللي قدامنا ده، هي ادي الكونكشن دي اللي احنا عايزين نصمم. لو بنتكلم على البلان، هتلاقي لما يبقى المدادة ظاهرة معاك طولية السترينجر ومتقاطعة مع الكروس جيردر، دي بيظهر معايا في البلان الكونكشن اللي هي الدوائر اللي موجودة عندكم. التصميم بتاعها من أسهل ما يمكن، التصميم بتاعها من أسهل ما يمكن. إيه بقى؟ خلي بالنا بقى، دلوقتي أنت زي ما صممت السترينجر مع الدكتور أحمد، وأنت بتصمم السترينجر يا اما بتفرض انها سمبلي سبورتد يا اما بتفرض انها ايه؟ كونتينوس، صح ولا لا؟ تمام يا دكتور. تمام، يبقى انا دلوقتي لو انت السترينجر سمبلي سبورتد، هيبقى الرياكشن بس هو اللي بيتنقل بين السترينجر للكروس جيردر، ومعظم الرياكشن هينزل عن طريق مين؟ الويب بتاعي. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي مفيش الا الويب هو بتاع السترينجر بينقل للويب بتاع الكروس جيردر، وفي الحاله ده هي بنقول ان دي وصله شير او وصله قص. الوصله دي بتبقى اسهل ما يمكن، ان انا بحط في الويب بتاع السترينجر زاويه من الوش وزاويه من ورا، والاثنين باخد الرياكشن اللي موجود عندي بالمسامير N1، يبقى انا بنقل الرياكشن او الشير كيو ديد زائد لايف زائد الامباكت اللي انت جبته في حساب السترينجر، بقوم جاي نقله من الويب للمسامير N1، وبعدين المسامير N1 بتدي للمسامير N2 اللي هي في الرجل الثانيه وبتنقله للكروس جيرد. دي وصله شير قص، ما بتشيلش الا شيرنج فورس. تصميمها من اسهل ما يمكن. تمام،
يبقى تصميم الوصلة ده هي وحساب عدد المسامير ده من أسهل ما يمكن. طيب يبقى احنا دلوقتي هنحسب المسامير ما نقلقش، بس أهم حاجة نفهم إيه الفرق بين الاتنين. طيب لو الوصلة continuous بقى إيه اللي بيجرى؟ خلي بالنا بقى، لو الوصلة continuous هتلاقي إيه اللي بيحصل؟ مش بس الويب هو اللي بيتربط بالمسامير اللي هي الزاويتين ال N1 وال N2 اللي انتوا شايفينهم دول، لا ده بيتربط ببليت فوق تاني وبليت تحت. الكلام ده مهم جدا. إذا أنا ربطت الفلانجة بتاع السترينجر مع الفلانجة بتاعة الكروس جيردر ببليت، معناها إن أنا في الحالة دهيت إن أنا نقلت العزم كمان. طيب وانت بتصمم مع الدكتور احمد كان البندنج مومنت اللي موجود 75 من 100 ام ديد زائد لايف زائد امباكت، تمام؟ طيب يبقى المومنت اللي موجود عندي انا معروف، الشير هيبقى نفس الشير، الكيو ديد زائد لايف زائد امباكت اللي بتتنقل هتتنقل زي ما هي موجوده على المسامير ان 1 وان 2. طب المومنت هعمل فيه ايه؟ المومنت ده سهل جدا. لما اقسم المومنت زي ما كلنا عارفين على الارتفاع بتاع السترينجر الاتش، ده بيديني قوه شد فوق وقوه كومبريشن تحت، الاثنين قد بعض، التي هتساوي السي هتساوي المومنت اللي هو 75 من 100 ام ديت زائد لايف زائد الامباكت على الارتفاع بتاع السترينج، تمام؟ طيب ده بيديني ايه؟ خلي بالنا بقى المسامير اللي شغالة فين؟ هي المسامير N3 والمسامير مين؟ N4. المسامير N3 والمسامير مين؟ N4. الاتنين بيساووا بعض بالظبط، ودي مسامير شغالة سنجل شير بتنقل من البليت لهنا. خلي بالنا بقى الدايرة او الشبه الدايرة اللي قدامنا ديت بتشمل المسامير الأربعة اللي على الشمال دول وزيهم اللي على اليمين هنا. المسامير اللي في النص دي مش داخل، ليه؟ لأنها مش رابطة الاسترينجر. الاسترينجر خلصت هنا، الاسترينجر خلصت هنا، فالمسامير دي بس عشان أربط البليت مع الكروس جيردر تثبيتا فقط. هنشوف البلان بتاعها فوق وفتح. تحت بقى مفيش ايه، الاسترينجر ما اتقطعتش بدري لان مفيش فلانجه للكروس جيردر فوق، فعشان كده الفلانجه بتاعت الاسترينجر مشيت لغايه الويب هنا اهو، تمام؟ باجي احط بليت تحت اهوت اللي فيه المسامير ان 4، بعمل فتحه صغيره في الكروس جيردر بعدي منها البليت ده اهوت جوه الكروس جيردر. كلام واضح ولا مش واضح؟ حد عنده اي استفسار لغايه دلوقت؟ ها معلش يا دكتور، اخر جزئيه بس، ازاي اعدل البليت بتاع دوت ادخله في الكروس جيردر؟ طيب الكروس جيردر دي لو رجينا للبلان هنا، خلي بالك اهو، اعمل سؤال سهل وظريف ما فيهوش مشكله خالص. هنا اهو ادي الكروس جيردر، صح؟ تمام يا دكتور. السترينجر هنا هحط انا بليت تحت هنا اهوت، البليت هيبقى تحت الفلانجة التحتانية هنا هوت، وأقوم جاي عامل فتحة صغيرة، سمك البليت ده بيبقى 20 ملي، بعمل فتحة بالعرض صغيرة جدا بعرض الفلانجة، وأقوم جاي معدي البليت ده هوت من تحت في الكروس جارد. فهمنا؟ تمام، شكرا. الفتحة دي بتبقى صغيرة، بتبقى سمكها 2 سنتي أو 20 ملي، والعرض بتاعها بيبقى عرض الفلانجة بتاعت السترينجر، وما بيأثرش كتير على الكباستي بتاعت الكروس جارد. كلام سهل وظريف جدا وما فيهوش اي مشكلة. يبقى حضرتك لو انت بتصمم السترينجر مع الدكتور احمد او معاك في المشروع على انها سيمبلي سبورتد، يبقى انا ما فيش الا الرياكشن الكيو ديت زائد لايف زائد الامباكت، خدته زي الرياكشن ار ديت زائد لايف زائد الامباكت، مفيش فيها مشكله. بحسب منها المسامير ان 1 دبل شير والمسامير ان 2 سنجل شير. خلي بالنا ليه المسامير ان 2 دي هنحسبها على انها سنجل شير؟ لان خلي بالك ان الحمل ده ممكن يبقى الناحيه اليمين فيها القطر والناحيه الشمال القطر معدي، فمش لازم يكون الناحيتين من السترينجر متحملين في نفس الوقت، ممكن يبقى الناحيه اليمين هي المتحمله
والشمال مش متحملة، عشان كده بناخد الحالة كريتيكال ان اللود كله بيتنقل بالمسامير سنجل شير. تمام؟ يبقى المسامير N2 هتبقى سنجل شير، المسامير N1 هتبقى دابل شير. لو احنا بنتكلم عندي كونتينيوس، العمليه سهله، بحط بليت فوق وبليت تحت، البليت اللي فوق مساميره اللي بتتحسب اللي هي قبل ما بقطع السترينج، اللي هي المسامير N3 وN4 والاثنين زي بعض يمين وشمال. تمام؟ اجيبها ازاي؟ سهله جدا، بقسم المومنت اللي عندي النيجاتيف اللي هو 75% ام ديت زائد لايف زائد الامباكت على الارتفاع بتاع السترينجر، بيديني قوة الشد اللي في الفلانجة الفوقانية وقوة الضغط اللي في الفلانجة التحتانية. اقسم الكلام ده هو المومنت على الاتش، بجيب التي والسي الاتنين زي بعض، بحسب منهم عدد المسامير N3 وN4 اللي هي شغالة سنجل شير. حد عنده اي استفسار لغاية دلوقت؟ ها؟ حد عنده اي استفسار لغاية دلوقت؟ تمام جدا. تمام يا دكتور. دلوقتي نيجي بقى تفصيل الكلام ده هو. الكلام ده مهم جدا ان انا اعرف التقاطعات دي مع بعضها ماشية ازاي. تمام؟ التقاطعات مع بعضها ماشية ازاي. اصحى بقى معايا. لو انا خدت سيكشن اي اي اللي في النص ده. السيكشن اي اي اللي في النص ده. ايه اللي بيحصل في السكشن ده هو؟ بص، هتلاقي الويب بتاع الكروس جيردر اللي هو ماشي وبيتقطع معاه بالعرض الويب بتاع السترينجر. تمام؟ وفي زاوية هنا في الوش وزاوية زيها ورا ومن الشمال زيه. انا هرسم اليمين بس زي ما قلت لك، هو المفروض الشمال فيه زيهم، بس عشان حضرتك تتخيل ان دايما السترينجر وانا بصمم المسامير N2 دي بصممها سنجل شير، لان ممكن الناحيتين اليمين والشمال ما يبقوش متحملين في نفس الوقت، لان احنا بنتكلم على موفينج لود. يبقى السكشن ده اتفهم. الزاوية ديت اهي موجودة 100 في 100 في 10. هجيب لكم القطاعات دلوقتي، بس انا نفسي تتخيلوا التقاطعات دي مع بعضها عشان تقدروا كلكم ترسموا اللوحة الاولانية اللي هي مطلوبة منكم. تمام؟ يبقى ده السكشن الوسطاني اللي هو سكشن اي اي اللي مر بالعرض ده، هيبقى فيه ويب كروس جيردر مع ويب سترينجر يمين وشمال مع اربع زوايا موجودين، اتنين في الوش واتنين فين؟ في الخلف. طيب نيجي بقى للقطاع الثاني اللي هو 2-2، دبل اي اللي فوق ده والدبل اي ده. انا ببص من فوق، ده البليت لو انت شغال كونتينيوس هيظهر معاك البليت لو هو كونتينيوس. طيب هيظهر شكله ازاي؟ اهو البليت، خلي بالك السكشن اللي على الشمال ده هو سكشن دبل اي، ادي الكروس جيردر اللي في النص. تمام؟ الفلانجة بتاعتها اكبر من الفلانجة بتاعت السترينجر، و السترينجر وقفت معايا هنا اهو قبل الفلانجة بتاعت الكروس جيردر، وبعد كده دي المسامير N3 يمين وN3 شمال اللي احنا حاطينهم هنا اهو، 4 فوق و4 تحت، 8 مسامير، هم دول اللي شايلين لي القوة الشد اللي في الفين في الابر فلانج. طيب خلي بالنا بقى، يبقى انا دلوقتي دي المسامير N3 زي ما قلت لكم في النص، انا بحط كم مسمار اهو، 4 فوق و4 تحت، دول مش شايلين اي حاجه ولا لهم اي دعوه بالمومنت. ده انا باجي عشان البليت ده بليت مهم في بالنسبه ليا، البليت اللي هو تقاطع سترينجر انترميديت مع كروس جيردر، بقوم جاي عامل ايه، زاويه 15 درجه فوق كده عشان ما نهيش البليت مستطيل من هنا، بيبقى الحمل كبير جدا على الفلانجة ممكن يقطع البليت، بنهي بزاوية 15 درجة بالشكل اللي قدامنا، واعمل البليت شبه منحرف فوق كده وشبه منحرف تحت، او مضلع زي ما انتم شايفينه كده سداسي او ثماني. يبقى انا دلوقتي اقوم جاي عامل البليت بالشكل ده. طيب في البلان خلي بالنا، الاسترينجر مع الاسترينجر اتقابلت هنا، هو الاسترينجر الفلانجة جت خبطت لي في الويب بتاع الكروس جيردر. تمام؟ ده من تحت اهو، اللي هو السكشن التحتاني سكشن 3 اي اهو،
هتلاقي ان السترينجر اهي وادي الكروس جيردر وبعد كده البليد جه اهو، وزي ما زميلكم كان بيسال دلوقتي البليد ده هو اللي انا بعمل له فتحه بيطلع بره 10 ملي او سنتي بره وجوه بره من فوق ومن تحت، وبعد كده بيبقى سمكه 20 ملي وده بيمشي من تحت وبيبقى فيه نفس عدد المسامير الثمانية يمين وثمانية شمال اللي هم ان 4. تمام، احنا الحساب محدش يقلق منه خالص، حساب المسامير سهل جدا، احنا دلوقتي بس ان احنا نفهم التقاطعات. لو هي سيمبلي هيبقى شكلها ده، لو هي كونتينيوس هيبقى الشكل اللي قدامنا ده هوت، وعرفنا السكاشن ده هيت ايه اللي بيبين لي القطاعات بتاعتي عاملة ازاي، سواء اذا كان ديت وهي سيمبلي او في الويب، والابر بليت وادي اللور بليت. الكلام ده زي ما قلت لك انترميديت، واحدة في النص كونكشن مع السترينجر والكروس جيردر، مش اللي على الاند دي، الاند اليمين والشمال بيبقى فيها اختلاف بسيط انا اشرحه لكم في نهايه المحاضره ان شاء الله باذن الله في البليتين اللي هم فوق وتحت. تمام، يبقى احنا بنتكلم على واحده في النص متحمله بالسترينجر من اليمين ومن الشمال، والاثنين بيتقاطعوا هنا هوت في النص مع الكروس جيردر. انا هقف دلوقتي، اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. ها لو عنده اي سؤال مش فاهم اي حاجة يتفضل يسأل، نرجع تاني عشان كلنا نتخيل الوصلات دي مع بعض كويس قوي واحنا بنرسم. ها في حد عنده استفسار دكتور؟ معلش سيكشن 3 بس. سيكشن 3 اهو، سيكشن 3 وانا ببص هنا اهو السيكشن جاي لي اهو، ايه اللي موجود في سيكشن 3؟ لو انا قطعت ده اهو هرمي اللي فوق وابص من تحت هيبان لي عندي الويب بتاع الكروس جيردر، تمام، والويب بتاع السترينجر يمين وشمال، وهيبان لي الفلانجة التحتانية بتاع السترينجر، وتحت منها يبقى فيه البليت بتاعي اللي انتوا شايفينه ده هو ظاهر. تمام؟ تمام، يبقى انا دلوقتي ادي اليمين والشمال سترينجر، الويب بتاعها مقطوع الاسود الوسطاني المنقط ده يمين وشمال، وفي النص ويب مقطوع بتاع الكروس جيردر، وتحت من الفلانجة بتاعت السترينجر في البليت بتاعي طالع فوق وتحت بسنتي او 10 ملي، ومعدي في الويب بتاع مين؟ الكروس جيردر، ومعدي في الويب بتاع الكروس جيردر. شكرا. تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي فهمنا. نيجي بقى للي انا كنت بقول لكم عليه ان التصميم سهل جدا في حالة الكونكشن بتاع السترينجر والكروس جيردر، ولما بتيجي بتبقى هدية دايما، احنا ما بنجيبهاش عشان حساباتها سهل. تمام؟ طيب ايه المسامير اللي انا بشتغل فيها في الكباري؟ بشتغل بمسامير M24 قطرها 24 ملي، ولما بنقول M دي للمسامير اللي بتبقى هاي سترينس، مش البلاك بولت اللي هو الاوردينري بولت ده بنرمز له فاي او اي شيء تاني، لكن لما نقول M ده بتبقى المسامير بتاعتي هاي سترينس. ال 24 دي القطر بتاعها 24 مل 2 سنتي و4 من 10. تمام؟ طيب الجريد بتاعها بيبقى 10 و9 من 10، والبي اس مقاومتها في الشير لو سيرفس واحد 5 55 من 100 طن. تمام؟ 5 55 من 100 طن، هي دي اللي بنشتغل فيها في الكباري، بنحطها في ذهننا عشان ما نقعدش ندور على الجداول بتاع المسامير كل شوي. يبقى هي M24 10.9، البي اس للسيرفس الواحد 5.55. طيب لو جينا نحسب بقى، لو هو سنجل شير ومفيش الا كيو، يبقى المسامير N1 دي هتساوي كام؟ هتساوي الشيرنج فورس مقسومة على 2 بي اس اهو، على 2 بي اس، دي المسامير N1. طيب المسامير N2 قلنا دي شغالة سنجل شير، بس خلي بالك سنجل شير في رجل في الوش ناحيتي ورجل تانية ورا الناحية التانية، فعدد المسامير لما يطلع 6 هقسمه على 2، هيبقى 3 بس اللي ظاهرين في الرجل ديت، وفي 3 انا مش شايفهم في الرجل الورانية،
هيبانوا لك في البلان هنا. وبص المسامير ان 2 نصها فوق ونصها ايه تحت، نصها فوق ونصها ايه تحت. يبقى انا دلوقتي لو قلنا المسامير ان 2 هتساوي كيو ديد زائد لايف زائد الامباكت على البي اس، بس بعد ما المسامير بتطلع بقسمهم على 2 لان انا عندي 2 سايد موجودين، واحد في الاول في الوش وواحد في ايه في الخلف. تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي سواء لو انت بتتكلم على سيمبلي سبورت سترينجر خلصت كده، جبت المسامير ان 1 وان 2. طيب لو انت بتشتغل على انها كونتينوس، بجيب المسامير ان 1 وان 2 واجيب ان 3 وان 4 كمان، بعمل ايه؟ بقسم المومنت على الارتفاع بتاع السترينجر، بيديني قوه شد وضغط في الفلنجات اللي فوق واللي تحت قد بعض. أقسم الكلام ده على البي اس على المقاومة في الشير، بجيب عدد المسامير ان 3 وان 4. حد عنده أي استفسار؟ أنا واقف أهو، اللي عنده أي استفسار يتفضل يسأل. حد يرد علي؟ في حد دكتور. عنده اي استفسار دكتور؟ نعم. هي في الكونتينوس لما بنيجي نحسب التي والسي، حضرتك كاتبين 75% في الام ديد لايف امباكت على الاتش، ال 75 دي هي القيمه اللي احنا بنضربها في الام سيمبل؟ مش انت بتحسب الام سيمبل اللي بتسميها ام نوت او ام سيمبل، وبعد كده بتوزعها كونتينوس. الحته الباكيه الاولانيه بيبقى فيها 9 من 10 الام نوت او الام ديت زائد لايف زائد الامباكت او اللي انت بتسميها ام سم، وعند النيجاتيف سبورت بيبقى 75% ام ديت زائد لايف زائد الامباكت. شكرا جزيلا يا دكتور. تمام يا ريس، خلاص. يبقى احنا دلوقتي ده اللي احنا بنحسبه، ده تصميم الكونكشن بتاعه السترينجر مع الكروس جيردر في منتهى السهوله زي ما احنا شايفين. عرفنا مكانها فين، وبعدين قمنا عرفنا شكلها ازاي اهو، سواء سيمبل او كونتينيوس، وبعد كده عرفنا التقاطعات بتاعتها عشان نعرف نرسمها. تمام، واشكال البليت الفوقانيه والتحتانيه، وبعد كده حسبنا المسامير لو حاله السيمبلي سبورتد او حاله الكونتينيوس. ده الجزء الاول من المحاضره، كده خلص المحاضره دي جزئين. طبعا احنا لا حاسس ان احنا بنتكلم بسرعة ولا حاجة يقول لنا، لان احنا عارف ان وقت المحاضرة قل شوية، فعايزين نخلص المحاضرة دي الطويلة بتاعة الريلوي، دايما بيبقى فيها تفاصيل كتير. الجزء الثاني من المحاضرة السترينجر بريسنج، ازاي اصمم السترينجر بريسنج، تصميم السترينجر بريسنج. فين السترينجر بريسنج؟ في اللي اوت. لو انا هبص على الكروس سيكشن هتلاقيها دايما المنقطة اللي تحت الفلانجة، لو عندي دبل تراك زي اللي قدامنا هتلاقي النقط اللي فوق ديت والنقط اللي هنا ديت تحت الفلانجة بتاع السترينجر بحاجة بسيطة. الحاجة البسيطة ديت مسافة هنحسبها مع بعض دلوقتي سوا، هقول لك قد ايه البريسنج بتاع السترينجر بتنزل عن الفلانجة بتاعة السترينج. يبقى البريسنج لها سترينجر، السترينجر لها بريسنج، بنسميها سترينجر بريسنج او لاترال تشوك بريسنج او نوزنج فورس بريسنج. في اي كتاب هتلاقي التلاتة دول زي بعض، سترينجر بريسنج، لاترال تشوك بريسنج او نوزنج فورس بريسنج. التلاتة دول اسامي واحدة، الاسم المنتشر دايما اللي هو السترينجر بريسنج. مكانها فين؟ لو بنتكلم في الكروس سيكشن هتلاقيها هي النقط اللي فوق دي، لو كان سنجل تراك هتبقى واحدة، دبل تراك هيبقوا اتنين، دي دايما تحت الفلانجة بتاع السترينج مش في مستوى الفلانجة بتاع السترينج، تحتها بحاجة بسيطة، عشان كده في الرسم دايما بنسقطها شوية. لو بنتكلم على الإليفيجن هي المنقطة اللي فوق بالطول ده اهي برضو نازلة عن الفلانجة بتاع السترينجر بحاجة بسيطة، نازلة على الفلانجة بتاع السترينجر
بحاجة بسيطة وهنحسبها مع بعض. طيب لو بنتكلم في البلان ما بتظهر ليش إلا في البلان بتاعة الايه السترينجر. السترينجر بريسنج اهي اللي هي موجود اللي انا عامل لك عليهم هايلايت بالاحمر ده. تمام، يبقى خلي بالنا بقى دلوقتي السترينجر دايما لها بريسنج. البريسنج دي هتظهر في الكروس سيكشن فوق اهي، هتظهر في الاتجاه الطولي في الاليفيجن نقط تحت الفلانجة بتاع السترينجر او الكروس جيردر اللي قدامنا، الاثنين زي بعض لان الفلانجة بتاع السترينجر والكروس جيردر الاثنين ماشيين في نفس المستوى. طيب وفي البلان هتبان لها. طيب دي بعملها دي بتبقى ممبرز. خلي بالنا السترينجر بريسنج دي عبارة عن ممبرز. الممبرز المايلة الدياجونالز دي بتبقى زوايا، والممبرز الفيرتيكال اللي في النص دي بتبقى تشانل. يبقى اتفقنا دلوقتي اهم حاجة ان السترينجر لها بريسنج. بريسنج هتظهر في الكروس سيكشن النقط اليمين ده هي، وهتظهر في الاتجاه الطولي اللي هنا ديت، وهتظهر في البلان اللي عندي اللي قدامي. طيب كم واحد فيرتيكال في النص دي بتعتمد، احنا عارفين ان الزاوية في البريسنج بتتراوح من كام، من 30 ل 60. فانا عندي المسافة بين السترينجر واختها ثابته تعتمد على الاطباء اللي هي المتر 80، 1 متر 80 1.8 متر. طيب المسافة الطولية هي اللي بتتغير لانها بتعتمد على الطول بتاع الكوبري، وبتعتمد على كم كروس جردر انا واخدها. فلو سيادتك واخد في النص مسافة 5 متر بين الكروس جردر واختها، فانا اقسم المسافة ده هي لثلاث حتت، 1 2 3، ثلاث حتت كل واحدة منهم 5 على 3. ليه ما خدتهمش حتتين؟ لو قسمتهم على 2 هتبقى 2.5، ودي متر 80، الزاوية بتاعتك هتبقى أقل من كام؟ من 30 درجة. حد بقى عنده أي استفسار دلوقتي في مسمى البريسنج أو مكانها أو أي شيء عندها قبل ما ندخل للباقي؟ ها دكتور. نعم معلش، بس هو البلان الأخير بتاع الأبر في أضلاع دياجونال كده في البريسنج، عشان كنت عايز أعرف دي بتاعت إيه. البلان بتاع مين اللي هو ده اللي هو بتاع اللاترال تشوك بريسنج؟ لا البلان بتاع الأبر ويند بريسنج. البلان بتاع أبر ويند بريسنج دي بريكنج بريسنج دي، لو أنت واخد مش أنت وأنت بتصمم الكروس جيردر مع الدكتور أحمد، في حالتين للتصميم فيه، يا حالة إنك أنت واخد بريكنج بريسنج، يا الحالة التانية انك انت مش واخد، صح ولا لا؟ باخدها في التصميم. بالضبط كده. لو انت واخد ال- 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 الكهات بتاعتك هيت دي البريسنج، لو دي الممبرز المايلة ده هيت هي البريكنج فورس بريسنج، دي بتبقى في مستوى البريسنج بتاعت الابر ويند بريسنج. تمام؟ طيب يبقى دي اسمها بريكنج فورس بريسنج. تمام، الكلام ده على فكرة موجود في كتاب بتاعي اصلا، انا لو عايزين احمله لكم، بس هو متصمم على اليورو كود، انا مرضتش ازعجكم بيه لان هو السفير ومتصمم باليورو كود. لو عايزين احمله لكم، انا كنت محمله للاخوة بتوع انشاءات، بس انا قلت بلاش نزعجكم بيه، لو عايزين نحمله لكم نحمله لكم برضو، اللي يحب يبص في ايه عن الكباري وياخد فكرة عنها مفيش مشكلة. بس التصميم بتاعه كان على الكود الأوروبي لأنه هو كتاب يعني معمول على الكود الأوروبي. تمام، دلوقتي يبقى البريسنج هنا هو البريكنج بريسنج اللي عندي، اللي هي التحتانية اللي في الأبر دي زي ما زميلكو كان بيسأل. مشكور. طيب نيجي بقى دلوقتي احنا عايزين نتكلم على ايه دلوقتي؟ ها تصميم البريسنج. نعرف الاول كم عددهم، عددهم الفيرتيكال اللي انا بحطها، الفيرتيكال هتبقى ايه اللي في الوسطانية. خلي بالك البريسنج بتتكون من ايه، الويب بتاع الكروس جيردر، والويب تمام بتاع السترينجر، ودول موجودين عندي شئت ام ابين. اللي انا بضيفهم ايه في البريسنج بقى،
الفيرتيكال والدياجونالز الوسطانيين. الدياجونالز هيبقوا زوايا 110 في 110 في 10 او 120 في 120 في 12 يدا يد. عددهم بتعتمد على المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيرد. لو المسافة صغيرة مثلا 63 والعرض دلوقتي بتاعي اللي هو الثابت متر 80 بين السترينجر واختها، يبقى انا دلوقتي هحط ايه واحدة بس في النص تشانل وحدانية بس في النص. لو المسافة كبرت بقت 5 متر 6 متر اكتر من كده بزود فيرتيكال ممبر في النص تمام لغاية ما الزاوية الزبط بتاعتي من 30 ل 60 احسن حاجة فيها لو قريبة من 45 درجة عشان الكونكشن بتاع المسامير اللي احنا هنرسمها مع بعض كمان شوية تبقى كويس تمام. طيب يبقى انا دلوقتي ادي الاسترينجر الويب بتاعها اهو فوق وتحت، وادي الويب بتاع الكروس جيردر. المسافة العرضية بتاع الاسترينجر 180 سنتي ثابتة ما بتتغيرش. في المسافة العرضية بين الكروس جيردر والكروس جيردر بقسمها بفيرتيكال اللي هم تشانل دول حسب المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر. كم في وصلة بقى دلوقتي، في كم وصلة مختلفة عندي صحصح بقى معايا عشان اللي مش هيفهم دي مش هيعرف يرسم اللوحة أبدا. أول لوحة وأهم لوحة عندنا اللوحة التفاصيل اللي بتوضح التقاطعات دي مع بعضها. عندي الوصلة A الديتيل A دي بتجمع بين الويب بتاع الكروس جيردر مع الويب بتاع السترينجر مع اتنين دياجونال اللي احنا قلنا هناخدهم زوايا 110 في 110 في 10 او 120 في 120 في 12. طيب الوصلة البي دي عبارة عن ايه؟ الويب بتاع السترينجر مع دياجونالز اللي احنا قلنا برضو الزوايا مع الفيرتيكال اللي هو التشانل هتبقى رقم 220 تمام؟ الوصلة الاخيرة اللي هي السي اللي عبارة عن تشانل مع السترينجر. مش هتلاقي الا الوصلات دي هتتكرر بقى معاك، ديت هتيجي هنا فوق وديت هتيجي هنا تحت، يبقى هم كلهم زي بعض وديت هتبقى زيها اللي هنا دهيت بس دي ما فيهاش ممبر من البريسنج. يبقى اللي مختلف عندي دايما الوصلة A والوصلة B والوصلة C. نيجي بقى لسؤال مهم، واحد هيقول لي انت مسمي دهيت السترينجر بريسنج او اللاترال تشوك بريسنج او النوزنج فورس بريسنج. البريسنج دي بتشيل ايه؟ بتشيل اللاترال تشوك. اللاترال تشوك دي ناتجه من ايه؟ نوزنج فورس، دي حركه النوزنج يعني النوز زي ما نعرفين مناخير. القطر بتاعي وهو ماشي بيقوم جاي ايه متحرك يمين وشمال، فحركة القطر ده هي يمين وشمال عمال يجي يمين وشمال كده بيقوم جاي مؤثر على الفلانكة، القضيب بتاعي بيقوم جاي زائق الفلانكة والفلانكة بتقوم جاي زق الاسترينجر والاسترينجر بتقوم جاي ايه متأثرة بقوة عرضية. المواصفات قالت لك ايه؟ طبعا الكود بتاعنا واخد من المواصفات الأوروبية. قام جاي قال لك والله انا هاخد قوة واحدة 100 كيلو نيوتن او 10 طن، يبقى 100 كيلو نيوتن او 10 طن وقوه واحده وحيده هصمم عليها. القوه دي ريفرسبل، ريفرسبل بمعنى ايه؟ يا تيجي يمين يا تيجي شمال، لان القطر بيجي يمين يا شمال وانت ماشي كده اللي ركب منك قطرات هتلاقيه بيتحرك يمين وشمال. انا لما بحسب منها بقى بحسب على مين؟ بحسب على السترينجر بتاعتي واحده بس على البريسنج، احطها على اي واحدة واصمم عليها لان انا هاخد كل ممبرز البريسنج زي بعضها. يبقى انا لو اصمم على واحدة عشان ما تبقاش كريتيكال وباخد كل الممبرز زي بعضها يبقى انا دلوقتي في السيف سايد، كأن القوة دي لو اتحركت عند اي حتة انا مصمم كل الممبرز عشان تشيل. يبقى الفيرتيكال تشانل لو الحمل واقف هنا واحدة هتبقى قيمة 100 كيلو نيوتن، طيب هنا اما ممكن القطر الحركة تبقى تحت هنا والقوة تبقى هنا 100، فعشان كده بصمم ديت ما بقولش دي صفر ولا حاجة، باخد ديت على 100 كيلو ودي على 100 كيلو. كل التشانلز هنصممهم على 100 كيلو والدياجونالز هجيب منها
القوه من ال 100 كيلو على اكبر كريتيكال دياجونال فيهم اللي هو الاولاني، واثبتهم بكامل السترينجر بريس. اللي عنده اي استفسار يسال، ولو حد حاسس ان احنا بنتكلم بسرعه كده يقول لنا. ها حد يتفضل يسأل. دكتور معلش بس، وانا بالنسبه للدياجونال انا هجيب القوه الكريتيكال على اول ممبر واخد الباقي الممبر زيها؟ هاخد بقيه الممبر زيها. ناخد دلوقتي مع بعض مثال وهنحسب فيه مع بعض. انا دلوقتي القوه دلوقتي ال 100 كيلو نيوتن هتتحرك، هتجيلي فين؟ اول نقطه يا هنا يا هنا. يبقى لو وقفت هنا هجيب القوه من الدياجونال دي، هجيب الرياكشن اللي هنا اهو، واجيب منها الفورس اللي في الدياجونال هنحسبها ونصممها مع بعض. الار 2 والار 1 هنحسبهم، ار 1 هتبقى كريتيكال، هنحسب منها الفورس اللي في الدياجونال الاولاني. تمام شكرا. تمام طيب اصحوا بقى معايا، عشان هو كل الكلام ده كله في التقاطعات دي. اللي مش هيفهم التقاطعات دي لو قعد للصبح مش هيعرف يرسم الكلام ده مع بعض. تمام؟ العملية مش في المحاضرة، الكلام ده احنا حاطينه في كتاب، والكتاب احنا بنوزعه مجاني والناس كلها بتاخده أصلاً، وأساتذتنا بيدرسوه من زمان. الكلام ده فكر اللي فيه إن احنا نقعد مع بعض نشوف الخطوط دي جاية منين، ولما المعيد يعيد مع حضرتك تاني في السكشن يبقى أنت كده الكلام ده يقعد في دماغك طول العمر ما يطلعش تاني. طيب، احنا عايزين نشوف الوصلات دي، الوصلة إيه بقى؟ بص بقى، الوصلة إيه؟ أهي، خلي بالنا بقى. الوصله ايه ديت؟ ويب بتاع كروس جيردر اهو، ويب بتاع سترينجر. احنا من شويه قلنا اللي بيربط الويب بتاع الكروس جيردر مع السترينجر كام زاويه؟ 2 يمين و2 شمال. الزوايا دي هاخدهم كام؟ 100 في 100 في 10. خلي بالنا ان الزاويه اقل زاويه اشتغل بيها 80 في 80 في 8. ليه؟ لان المسمار اللي انا واخده قطره 24 مللي. اقل زاويه يشتغل بيها المسمار ده هو 3 الديامتر 7.5 اللي هي اقربها ل 80 مللي. تمام؟ طيب يبقى احنا اتفقنا ان الويب بتاع الكروس جيردر ماشي طولي، بيتقاطع معاه الويب بتاع السترينجر، وقف اهو مربوط من فوق وتحت بزاويتين 110 في 110 في 110، ودي اللي على اليمين دي المسامير N1، واللي بالعرض ديت المسامير N2 اللي احنا حسبناهم من شوية. يبقى دي أول حاجة دلوقتي حسبناها. طيب نرجع تاني لدي أهي، خلي بالك أنا جبت ويب كروس جيردر يتقاطع معاه ويب سترينجر، وعرفنا إزاي بنوصلهم مع بعض. خلي بالك مرة تانية هرجع لها هنا، السترينجر دهيت بريسنج، دي مش مستوى الابر فلانجة بتاع السترينجر، دي تحت الابر فلانجة بتاع السترينجر بمسافة هنحسبها مع بعض. يبقى خلي بالك بقى دلوقتي، هجيب بقى اصحى معايا بقى، هجيب قصد بليت مكسر بالشكل اللي قدامي ده كده اهو، هيعدي الزاوية اللي هي افقي ده في البلاد، القصد بليت مكسر اهو، الحتة المكسرة اللي فوق دي عشان تعدي الزاوية المية المية في مية في عشر اهو. يبقى انا قصد بليت مكسر هيجي من اليمين، وقصد بليت مكسر هيجي من الشمال هنا. تمام؟ طيب هربط القصد بليت ده ازاي؟ هربطه في الاسترينجر وفي الكروس جيرد. ازاي؟ بزاوية 80 في 80 في 8 ومسمارين. يبقى هنا اهو مسمارين، المسافة بينهم كام؟ هاخد المسافة دي 100 مللي أو 10 سنتي، والإدج ديستانس 5 و5، 5 سنتي أو 50. يبقى أنا هحط هنا اهو مسمارين ويمين مسمارين. يبقى أنا ربطت دلوقتي الجاسب بليت في الاسترينجر، طب أربطهم في الكروس جيردر فين؟ هنا بنفس الطريقة، برضو زاوية، وحط مسمارين هنا ومسمارين هنا في الزوايا، يبقى انا ربطتهم في الكروس جيرد. يبقى الجاسب بليد ده تحت المستوى بتاع الفلانج بتاع الاسترينجر والكروس جيرد. هنا هنشوف مكانه بالظبط دلوقتي بالتفاصيل بالملي، بس احنا بنعرف البلان الاول. طيب وبعد كده الدياجونالز بتيجي من تحت، راس الزاويه دي بيبقى وشه لتحت ما بيبقاش فوق،
عشان ما يخبطليش في القطر ولا في أي حاجة نازلة من القطر فوق. الزاوية دي بتبقى مقلوبة لتحت اهي، واخده مسمارين بالظبط لأن القوة اللي فيها بتبقى قليلة. إذا خدت ثلاثة براحتك، هنحسبهم مع بعض دلوقتي بعدد المسامير. شغالة سنجل شير، الفورس اللي في الزاوية على البي اس هتديني عدد المسامير اللي هي موجودة في الدياجون. يبقى دي زوايا هتطلع معايا يا 110 في 110 في 10 يا إما 120 في 120 في 12. حد عنده أي استفسار في الكونكشن ديتيل ايه الأولانية اللي هي بتجمع بين الكروس جيردر والسترينجر والدياجونالز اللي هي بتاعة البريسنج الميمبرز ده؟ اهي هسيبها قدامك اهو، لعنده أي استفسار يتفضل يسأل، مفيش أي مشكلة خالص. ها واضحة؟ هو استاذ حضرتك يا دكتور، بس دور الجاست بليد كان ايه؟ معلش تاني. الجاست بليد دلوقتي خلي بالك، احنا تيجي هنا اهو، البريسنج دي مش احنا بنربط ممبرز مع بعضها مع الاسترينجر والكروس جيردر صح؟ اه. طيب الاسترينجر دلوقتي الحمل اللي جاي لي هيجي لي على الاسترينجر، تمام؟ الحمل اللي جاي لي على الاسترينجر ده هوت مش هو ايه اللي بينقله لي؟ عشان تشتغل الكلام ده مع بعض لازم اثبته كانه ترس، كل الحته ده هي ترس شغال مع بعض. طيب عشان يشتغل من الترس مع بعضه يبقى لازم الفيرتيكال والدياجونال يتربطوا لي مع مين؟ مع بقيه البريسنج اللي هي الويب بتاع الاسترينجر والويب بتاع مين؟ الكروس جيردر، صح ولا لا؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى انا دلوقتي الممبرز الفيرتيكال والدياجونال اللي محطوطه لو انا ما حطيتش جاست بليت ولا كانها اشتغلت مع بعضها. ليه؟ لانها مش هتربط لي الاسترينجر مع الكروس جيردر مع الممبرز بتاع البريسنج. طب الفورس ال10 طن دي اللي هي جات لي في الاسترينجر هتتنقل ازاي؟ هي جات في النص في الحته ده اهي في النص، اقوم جاي ناقلها بالفيرتيكال ممبر. طيب الفيرتيكال ممبر عشان اعرف ان هو لازم عشان يشتغل لازم يكون مربوط لي في مين؟ في الاسترينجر فوق وفي الاسترينجر تحت اهو. يبقى وظيفه الجاست بليت اللي هو بيربط لي ايه الاسترينجر مع الممبرز دهيت مع الكروس جيردر، بيعمل لي الكلام ده كله مع بعضه كانه ترس طولي شغال مع بعض. ها في اي استفسار تاني؟ شكرا يا دكتور حاج. طيب نيجي بقى دلوقتي للديتيل التاني اللي هي الديتيل بي. دي عبارة عن مين بقى؟ نصحى مع بعض، احنا اتفقنا ان الممبر الفيرتيكال ده يبقى تشانل، الممبر الدياجونال ده يبقى زاوية بصة لتحت، والتشانل برضو من تحت. طيب ايه الكلام ده يظهر معايا اهو تاني اهو؟ خلي بالنا ويب بتاع سترينجر ماشي اهو، ادي الويب بتاع السترينجر اهو اهو، هو اللي تحت ده تمام. طيب وبعد كده في ممبر دياجونال 110 في 110 في 10، وفي فيرتيكال اللي هو تشانل 220 اللي اتفقنا ناخدها تشانل 220. اربط الكلام ده ازاي بقى مع بعض؟ مع السترينجر مع الفيرتيكال مع الدياجونال. اصحى معايا بقى، بجيب جاست بليت اهو تمام، الجاست بليت اهو زي ما انتم شايفين اهو، الجاست بليت هيجي كده. طيب الجاست بليت ده سايب دلوقتي، اربطه فين؟ ما عنديش الا سترينجر اهي، هربطه في الاسترينجر اهيت بزاويه 80 في 80 في 8 اهو، هتاخد مسامير زي ما تاخد، واحده في النص في هنا في مكان التشانل، ومن على اليمين والشمال حسب مسامير الدياجونال دي هي اللي هتحددها لي. طيب يبقى انا دلوقتي بعد ما احسب الفورس اللي في الدياجونال هحسب مساميره واحط المسامير اللي في الدياجونال دي واقفل الجاست بليت، هيحدد لي هنا محتاج 2 او 3 تمام. طيب التشانل الرأسيه التشانل زي ما احنا عارفين سي سيكشن، بيبقى هنا لها ويب هيبان لي يمين بس، دي بتتربط من ورا بزاويه اهي، خلي بالك الزاويه دي باينه منقطه عندي هنا، زاويه انيكوال
الرجلين بتاعتها مش زي بعض، الرجل الفوقانيه 150 والرجل التحتانيه 100، يبقى 150 والعرض بتاعها كام؟ 100. تمام؟ ها؟ حد 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 مش فاهم الكونكشن دي؟ ها؟ دكتور معلش استاذنك، بس اخر زاويه اللي هي 150 في 100 في 10 بس. اديني اخر زاويه الكلام ده. بص انا هسبق شويه اهو عشان الباشمهندس ده سال اهوت، مفيش مشكله. بص ادي التشانل اهي، انا كنت هرجع دي للاخر عشان بس نفهم التقاطعات في البلان، اجيب لكم بعد كده الراسي. ادي التشانل اهي، الحته الفوقانيه واللي تحت دي الفلانجه بتاع التشانل، ومن الظهر هنا اهوت في زاويه هنا اهو هتيجي انيكوال اهي، الزاويه دي لها رجل 150 كده، ومن هنا لها الزاويه الرجل الثانيه من هنا هتبقى 100، يبقى من الظهر بتاعها هتبقى رجل 150 والناحيه الثانيه هتبقى رجل 100 اهي. تاني اهو التشانل اهي جايالي، ظهر التشانل هو اللي هيتقابل مع الويب بتاع السترينج، ادي الويب بتاع السترينج اهو، وادي التشانل جايه هنا. التشانل كلنا عارفين بتتكون من سي سيكشن، فلانجه فوقانيه وفلانجه تحتانيه، والويب، الويب المنقط اللي عندي هنا. يبقى انا دلوقتي اتقابلت التشانل مع الويب بتاع مين؟ السترينج. اربطها ازاي بقى؟ بحط رجل هنا كبيرة اهي 150 اللي هي واخدة المسمارين العرضيين اللي قدامكم دول، والرجل التانية اللي هي الحتة الصغيرة دي منقطة اهي 100 اهي، واخدة مسمار واحد زي ما انتم شايفين ده في البلاد. تمام جدا، شكرا دكتور. وضحت اهم حاجة التقاطعات دي مع بعضها، الزاوية اللي بتربط الجاسب بليت مع السترينجر 80 في 80 في 8، الدياجونال زاوية واحدة 110 في 110 في 10 يا زاوية 120 في 120 في 12 هنصممها مع بعض، الفيرتيكال احنا صممناه مع بعض وقبل كده، فكله محفوظ في 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 في, في, في بيساوي كام؟ التشانل 220. تمام؟ طيب نيجي بقى لتالت وصلة اللي هي سهلة، خلي بالكو اللي مش هيفهم التقاطعات دي مش هيعرف يرسم اللوحة لو قعد هنا للصبح. تمام؟ المعيد طبعا واخواتنا في السكشن الباشمهندسين مدرسين مساعدين والمعيدين هيعيدوا معاكم الكلام ده بهدوء تاني، مفيش مشكلة، بس انت دلوقتي افهم مرتين احسن لك ما تروح تفهم مرة. تمام؟ نيجي بقى هنا للوصلة الفوقانية، الفيرتيكال ده تشانل والعرض بتاعنا عبارة عن سترينجر بتاعتي هنا هو سهل، يبقى دي وصلة واحدة بين تشانل وسترينجر ما فيهاش كتير، عشان كده بجيب قصد بليد بالشكل اللي قدامنا ده، العرض بتاعه من هنا يبقى عرض الفلانجة بتاع التشانل، ويتناهى يمين وشمال بزاوية، هتيجي طبعا بعد ما تحط المسمار اللي هنا. انا هربط هنا اهو الجاسد بليد ده هيتربط ازاي؟ بثلاث مسامير، واحد في الفلانجه الفوقانيه بتاع التشانل، ويمين واحد وشمال واحد، طبعا المسافه بينهم زي ما اتفقنا 10 سنتي او 100 ملي، والايدج ديستانس 5 سنتي او 50 ملي، واقفل الجاسد بليد بتاعي ده. تمام؟ بعد ما بقفل الجاسد بليد بقدر اربطه، التشانل ده هي هتتربط في الجاسب بليد بمسمارين من هنا، لأن القوة اللي فيها 10 طن أو 100 كيلو نيوتن هتشل بسهولة، ومن ورا بقى هنا آدي زي ما قلت لك الزاوية ال 150 في 100 في 10، الزاوية ال 150 الرجل الكبيرة والعرض اللي هي الرجل الصغيرة ال 100، تخنت الزاوية 10 ملي. unequal leg موجودة تحت عندي. حد عنده اي استفسار في الثلاث وصلات دي؟ انا ما عنديش مشكلة خالص اقعد فيهم قد كده، لان اللي مش هيفهمهم مش هيعرف يسقط الكلام ده مع بعض. ها؟
المسافات يا دكتور بين المسامير وبين الحافة كام؟ المسافات بين من المسمار والحرف دي نص المسافة السبيسنج. انا عندي ايدج وسبيسنج صح، المسمار ده 24 مل، 24 قول 3 الفاظ، 3 في 24 قول 25، يبقى قرب ال 75 مل. تمام، اخدهم فور سيفتي 8 سنتي، ياخدها يا 8 سنتي، احنا بناخدها 10 سنتي فور يعني 2 سنتي سيفتي، ربما المسمار يجي الفتحه بتاعته كبيره ولا حاجه. يبقى انا دلوقتي عندك كام 8 سنتي، اخدهم كام 10 سم، عايز تاخد 8 ويبقى الايدج نصها 4 سم، عايز تاخد المسافه بينهم 10 سم والايدج الديستانس بتاعتها 5 سم، مفيش مشكله. طب دكتور، هي نعم الانجل اللي هي 150 في 100 في 10 اللي هي ايوه، اول خط منقط من على الشمال، من على الشمال بالظبط كده، اول خط اهو منقط اهو وهيمشي اهو 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 اهو، واجي هنا اهو وانزل كده تحت هنا اهو. تمام. تمام، اي سؤال صدقني انا ما عنديش مشكله خالص ممكن يا ان دكتور احنا نقعد نفهم الكلام ده مع بعض، احنا ما بنتكلمش معاكم على امتحانات دلوقتي، احنا عايزين ناس فاهمه تصميم كباري كويس قوي. تعمل زوم بس على الجزء اللي كان زميلي بيسأل فيه دلوقتي. اعمل زوم على الجزء اللي زميلك بيعمل كان بيسأل فيه اهو، زميلك كان بيسأل دلوقتي الزاوية اللي هي الانيكوال بتبدأ منين؟ ادي اللي تشانل اهي، الفلانجة بتاعتها اهي، الحتة المنقطة ديت ادي الويب الاولاني، الزاوية بتبدأ منين؟ زي ما زميلك ادي اول خط اهو، ونزلت منقط اهو، منقط 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 لغاية ما اجي هنا اهو، انزل كده اهو شمال بالمية واجي هنا، هلاقي الويب بتاعي بتاع السترينجر اهو. يبقى الويب بتاع السترينجر بيجي زاوية انيكوال رجل 100 اهي، ونزلت تحت هنا اهو رجل 150 اهي. تمام، تمام، تمام يا دكتور، تمام حد تمام يرد عليا عشان ابقى عارف ان ايه يعني الناس، نكمل ولا نقف عندها تاني؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى دلوقتي احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا عندي ثلاث وصلات في السترينجر زي ما اتفقنا، هنرجع تاني اهو السترينجر بريسنج بتبقى الممبرز الفيرتيكال بتاعتها تشانلز، والدياجونالز بتاعتها سنجل انجل، السنجل انجل هتطلع 110 في 110 في 10، الفيرتيكال تشانل 220، بنربط الكلام ده بجاسد بليت. تمام، اقل سمك للجاسد بليت سنتي اللي هو 10 مللي، واقل زاويه تربيط بنربطها 80 في 80 في 8 عشان تسع لي المسمار الام 24 اللي انا بحطه. و السترينجر بريسنج فيها ثلاثة كونكشنز مختلفين A و B و C، والثلاثة اللي احنا زي ما شفناهم اللي هي التفاصيل بتاعتهم هي القطاعات. خلي بالك في الكباري السكة الحديد معظمها بيبقى ثابت لأن أبعاد القطر وأبعاد السترينجر ثابتة والمسافات بينها، فالقطاعات بتاعتي ما بيبقاش فيها ايه تفكير كتيرة، يعني مو بقى عارف ان انا في الاخر هتطلع الزاوية يا 110 يا 120 يا اما التشانل ديت هتطلع يا 200 يا 220. تمام، طيب نيجي بقى للحتة بقى اللي انا مرضتش اشرحها في الاول خالص دلوقتي عشان الناس تتخيل الكلام ده مع بعض. ادي الكروس جيردر اهي، خلي بالنا دي اسف الاسترينجر، ادي الاسترينجر الشمال وادي الاسترينجر اليمين، المسافه بينهم كام؟ واحد فاهم يقول لي المسافه بين الاثنين الاسترينجر دي كام؟ متر 80. متر 80، يبقى انا المسافه بينهم متر 80. طبعا انا قاطع اهوت في النص عشان مش هعمل متر 80، عايز العب بسكيل 1 ل 100 18 سم. تمام، طيب الاسترينجر دلوقتي خلي بالك
اصحى بقى معايا، دايما الاسترينجر بيبقى فيها حتة كيرف هنا، مش هقدر انا اعمل انا الزاوية التثبيت اللي هي 80 في 80 في 8، مش هقدر اثبتها من فوق، لان بيبقى فيه راديوس هنا صغير موجود، فدايما بسيب 4 سنتي من الفلانجة الفوقانية. يبقى الاسترينجر اهي، هسيب 4 سنتي اللي فوق وابدأ اربط الزاوية بتاعتي اللي هي 80 في 80 في 8 دي، اللي هتربط لي الجاسد بليد. الجاسد بليد بيجي تحتها سمك سنتي، تمام؟ وبعد كده الفيرتيكال ممبر اللي هو التشانل هيجي هنا تحت من اهو، التشانل جاية فلانجة فوق وفلانجة تحت، وادي من ورا مربوطة في الويب بتاع الاسترينجر بي من الظهر بتاع الويب بالزاوية 150. واحد ممكن ياخدها لغاية هنا ويقفل، يبقى رجل 150 هتمشي هنا مش هيعرف يثبت مسامير، عشان كده بنقطع الحتة دي مثلث بالشكل ده كده وننزلها لتحت بمسمار كمان، يبقى بتاخد 2 مسمار في الويب ومسمار بره عشان اسند التشانل دي كويس مع الاسترينجر ويشتغلوا مع بعض. واحد بقى يجي يقول لي طيب القوة جاية فين؟ جاية في القضيب والفلانجة، هتجيلي في الفلانجة هنا هوت بتاعة الاسترينجر شمال، هي قوة وحيدة، خلي بالنا. طب أنا عايز أنقلها فين بقى؟ اصحى معاي، أنا عايز أنقلها من الفلانجة بتاع الاسترينجر لغاية الجاسد بليت أو البريسنج. البريسنج هي جاسد بليت، يبقى دايما المستوى بتاعي الجاسد بليت هو البريسنج عندي. لما اقول بريسنج هي مستواها مين؟ مستوى الجاسد بليت اللي احنا شايفينه ده هو. تمام؟ يبقى انا العشرة طن هتيجي من الفلانجة بتاع الاسترينجر هنقلها لغاية مستوى الجاسد بليت، صح؟ طيب خلي بالنا بقى، احنا قلنا هنسيب 4 سنتي فوق وبعد كده 8 سنتي اللي انا هربط فيهم الزاويه الجاسد بليت مع الويب، وهنزل بسنتي، تمام؟ يبقى انا 4 و 8 12 و 1 يبقى كام؟ 13. وبعد كده التشانل 220 نصها كام؟ 11. الكلام ده بنسميه يو فريم. يو فريم ليه؟ لان انت دلوقتي عندك قوة 10 طن، عايز انقلها الناحية التانية هنا هوت لمستوى الجاسد بليت اللي هي في الناحية التانية بالعشرة طن. يبقى انا دلوقتي الكلام ده مش هيتنقل بقوة بس، هيتنقل بقوة وعزم. يبقى الفيرتيكال ممبر التحتاني ده هو ما بيبقاش شايل لي شيرينج فورس بس، لا ده بيبقى شايل لي القوة العشرة طن اكسيال فورس اسف، بالإضافة البندنج مومنت بيساوي العشرة في المسافة لغاية السنتر لاين بتاع ايه؟ التشانل. طيب السنتر لاين بتاع التشانل اهو لغاية نهاية التشانل 11 سنتي، وبعد كده بطلع بواحد سنتي اللي هو سمك الجاسد بليت، وبعد كده بطلع بالتمانية سنتي اللي هي الزاوية، وبعد كده بطلع بالاربعة سنتي اللي هو المسافة اللي هي بين الفلانجة والزاوية. مجموعهم كام؟ 4 و 8 12 و 1 13 و 11 24 سنتي. يبقى 24 هم ودي 10 طن، 10 في 24 ادتني بندنج مومنت 240 طن سنتي، 240 طن سنتي يعني. طيب من الناحية التانية القوة خلاص هتروح للمستوى بتاع الجاسد بليت فوق، نص الجاسد بليت اللي هو نص سنتي نص سنتي، وبعدين نص للتشانل 11 يبقى 11 ونص، يبقى المسافة من هنا لهنا 11 ونص، والقوة عندي 10 طن. يبقى كأن اليو فريم بتاعي اللي هو عبارة عن الويب بتاع الاسترينجر الشمال واليمين والتشانل شايل لي قوة 10 طن، بالإضافة البندنج مومنت يا 240 يا 115 طن سنتي. بصمم معانا الكريتيكال اللي هو 10 طن و 240 طن سنتي. انا هقف بقى، لعنده اي استفسار لغاية دلوقتي يتفضل يسأل، لان اللي باقي سهل جدا. كل الفيلم ده هو الكريتيكال بتاع الاسترينجر بريسنج، ازاي ان انا افهم التقاطعات دي مع بعضها
وازاي اتخيلها في مكانها عشان ارسم اللوحة، وبعد كده ازاي اصلا احسب البندنج مومنت اللي موجود على التشانل اللي موجود. تمام، اللي عنده اي استفسار يتفضل يسأل، عنديش مشكلة خالص، نقعد نعيد مرة واتنين لغاية ما كلنا نتخيل الموضوع. لو واحد او اتنين يتخيلوا، انا لو واحد او اتنين كويس شغال معايا مفيش مشكلة، اصلا نقعد معاه لغاية ما يفهم براحته. اللي عنده اي استفسار يسأل. ها دكتور، نعم، معلش، بالنسبة بس اللي هي زاوية المثلث اللي تحت في الوسط ما بين الانيكوال انجل بتاع الانيكوال انجل، ان الانيكوال انجل واحد لو مدها من هنا انا همد الرجل اهوت ال 150 لبره، صح؟ تمام. بنزلها انا تحت شويه عشان تسند دلوقتي. خلي بالك الويب بتاع السترينجر ساعات السترينجر بتبقى طويل، فلو انا ما عملتش انا المسمار التحتاني اللي هنا تحت ده وربطتها فوق وتحت، الوصله دي عليها عزم 240 طن سنتي، ده كبير. تمام، فانا بضطر فبنزل تحت هنا عشان اديها شويه ستيفننج، بحط فيها مسمار في الرجل التحتانيه ال100 تحت هنا. طيب لو جيت انت هنا ونهيت كده هتمشي هنا وكده، الحته دي ما فيهاش مسامير لان الويب بتاع التشانل خلص وانت طلعت بالزاويه دي بره، فبننهيها كده عشان ما ايه اقطع الحته دي طالما مش محتاجها. تمام تمام، عايز تحطها حطها، مش هتفرق معاك. حد عنده اي استفسار تاني؟ حد عنده اي استفسار تاني؟ طيب يبقى انا دلوقتي خلي بالنا بقى، يبقى احنا بنتكلم على التشانل وعرفنا العزم عليها وكده. نيجي للديزاين، دايما الديزاين والحساب سهل جدا، انا ما عندناش مشكلة في الحساب. طبعا انتوا كنتوا شغالين مع الدكتور مصطفى السنه اللي فاتت بالار ال ار اف دي لود ريزيستنت فاكتور ديزاين، السنه دي هنشتغل في الكباري فور سيفتي على الالاوبل ستريس ديزاين، وللسهوله طبعا، لان انت لو عشان تاخد ده لو انت بصيت على التصميم بالكود الاوروبي او بالال ار اف دي طبعا ما كناش هتحل الامتحان ده ولو في 20 ساعه. فالالاوبل ستريس ديزاين سيف وفي نفس الوقت سيمبل ديزاين زي ما احنا هنشوف. انا دلوقتي عندي 100 كيلو نيوتن او 10 طن، اهي عرضيه، هيتحرك عرضي يا هتجي لي هنا يا هتجي لي هنا، يا على الشمال على اليمين. لو خدتها على الشمال الرياكشن ار واحد ده اللي هيبقى كريتيكال. ال 10 طن هيجي لي التلتين هنا، تلتين ال 10، وهنا هيجي لي تلت ال 10. تمام، طيب تلتين ال 10 اللي هي كام؟ 6.67 طن، اللي هي 6.7 طن. تمام، طيب انا هاخدها زاويه واحده زي ما اتفقنا، 110 في 110 في 10 وزاويه واحده. الكريتيكال في الزاويه الواحده دي زي ما انتم خدتوا زمان اللي هو محور في اللي هو 2 من 10 دي زي ما صممته مع الدكتور مصطفى. طيب هنيجي بقى احسب الزاويه الفا، اهي تام ماينس 1 الفا يساوي المتر 80 على الحته العرضيه ديت اللي هي المتر 67. تمام، يبقى انا تام ماينس 1 اجيب الزاويه، اهو جبت الزاويه طلعت 47.2 قريبه من 45، احلى حاجه. تمام، طيب انا دلوقتي حسبت انا القوه اللي في الممبر بتساوي ايه بقى. انا عندي الرياكشن سيجما واي، هاخد سيكشن هنا اهو سيجما واي من الشمال، هتلاقي تساوي اف ساين الفا. تمام، ادي زاويه الفا اهي، الفيرتيكال هو اف ساين الفا، هتساوي الرياكشن ار واحد. ار واحد هيساوي 6.67 طن على ساين الفا، هتديني القوه 9.1 طن. سهله جدا، اخد لها 1 انجل 110 في 110 في 10، الاريا جروس بتاعتها من الجدول 21.2 سنتيمتر مسطح، اي في الكريتيكال محور عشان احنا هنصممها كومبريشن كريتيك مش هصممها تنش، 2.16 2.10 دي. الاكويشن اللي تشك سهله جدا، الاف اكشوال بتاعتي اقل من او بتساوي 85% في 6 من 10 في الاف وركينج بوكت.
85% عشان انا بصمم بريسنج بقلل الكلام ده عشان اجهادات سنوية 15%. 6 من 10 عشان دي وان انجل مش سيمتريك. والاف وركينج باكلينج اللي هي الاجهاد المسموح به في الضغط. احسبه ازاي؟ سهلة جدا. بحسب الطول طبعا الدياجونال ده مايل زي ما انتوا شايفين. هيساوي المسافة 180 على ساين الفا اللي موجود. تمام؟ يبقى انا حسبت ال على ساين الفا هيديني الطول المايل بتاع الدياجونال اللي هو زاوية 110 في 110 في 10. هحسب اللندا السلندرنس ال على الاي في. الطول على الاي في بيديني السلندرنس بتاعتي. السلندرنس بتاعتي في اي بريسنج في الكوبري مفروض تبقى اقل من او بتساوي 140. عادة هتطلع كده لان زي ما قلت لك يا هتطلع 110 يا 120. فالال على الاي دايما هتطلع اقل من 140. بس الفرق بقى القانون هنا بقى. لو اللاند اكبر من 100 او لاند اقل من 100 بيبقى فيه قانونين. بيبقوا جيفن ليك في الامتحان ما فيهمش مشكلة. تمام؟ الستيل 44 اف وركينج باكلينج لو اقل اكبر من 100 7500 على لندا تربيع هيديني الكلام ده طن على السنتيمتر المسطح. احنا بنشرح القوانين وبنشرح المثال مع بعض عشان تدخل في دماغك ما تطلعش تاني. طيب اللندا طلعت 113 اكبر من 100. تمام؟ فعشان كده هدخل القانون الاولاني. لو اقل من 100 هدخل القانون التحتاني ده. تمام؟ طيب يبقى احنا هندخل القانون الاولاني عشان اللندا طلعت اكبر من 100. 113 و6 من 10 يبقى 7500 على اللندا تربيع طلعت لي الكلام ده 58 من 100 طن على السنتيمتر ايه المسطح. طيب يبقى انا اف اكشوال اللي هتساوي الكمبريشن فورس اللي موجودة في الممبر اللي هي 9.1 طن. تمام؟ اللي هي ديت الفورس اللي موجودة في الممبر اللي هي الرياكشن على ساين الفا بتاع ده. هي تخلي بالنا اللي هي دي الرقم دوت مش مظبوط على فكرة. الفورس اللي في الممبر ده 9.1 هظبطه وحمله لكم تاني على البتاع. تمام؟ عشان كده هتطلع على الاريا جروس. تمام؟ يبقى 9.1 على الاريا جروس. يبقى القطاع بتاعي ده هيطلع انسيف. تمام؟ لما عشان كده طلع انسيف يبقى هيطلع بتاعي unsafe هاخده 120 كده. عشان كده انا خدتها 120 على دي. دي انا هظبطها بعد المحاضرة واحط لكم الرقم التاني واحملها لكم تاني على الويب. تمام؟ حد عنده اي استفسار؟ ها؟ لا شكرا يا دكتور. طيب يبقى احنا دلوقتي كويس اهو ان احنا قاعدين مع بعض. الصيام برضو ايه بيعمل الفورس اللي في الممبر عبارة عن ار وان على ساين الفا اللي هي 9.1. تمام؟ على 21.2 هتديني 43%. هنا هو اهو 43% طن على السنتيمتر المسطح اكبر من الاف وركينج باكلينج. فعشان كده لو استخدمت يوز انجل 120 في 120 في 12 هتطلع سيف معاك ما فيهاش اي مشكلة خالص. يبقى انا دلوقتي صممنا الدياجونال اللي موجود هنا هو وطلعنا القوة اللي موجودة فيه. حد عنده اي استفسار في الدياجونال؟ دياجونال سهل. بحسب القوة ار واحد ومن ار واحد بجيب القوة اف. الاف دي قوة ممبر مايل. بجيب انا الطول المايل الا على ساين الفا واحسب السلندر نس لندا اقل من او بتساوي 140 هتطلع كده. اذا كانت اكبر من 100 او اقل من 100 بدخل القانونين الموف. بحسب الاف وركينج باكلينج لتشيك ايكويشن اف اكشوال الفورس على الاريا جروس بتديني ستريس. المفروض الاستريس ده هو بيبقى اكبر من إذا طلع أكبر يبقى أنسيف أقل من أو يساوي 85% في 6 من 10 في الإف وركينج باكل. تمام كده؟ تمام يا دكتور.
طيب نيجي بقى دلوقتي للديزاين بتاع الفيرتيكال ممبر. الفيرتيكال ممبر ده ممبر عليه كومبريشن فورس 10 طن وعليه بندنج مومنت 240 طن سنتي، تمام؟ انا هاخده تشانل 220، ده اللي احنا عرفناها، وجبنا الاريا جروس 37.4، جبنا الزد اكس، جبنا اي سمول اكس اي سمول واي، محاور اكس وواي بتاعتها، والال بتاعتها طبعا هي فيرتيكال 180 سم. بحسب ايه بقى؟ خلي بالنا انا هنشرح القانون وفي نفس الوقت هناخد المثال مع بعض. يبقى بحسب لاندا اكس ال على الاي سمول اكس، يبقى ال 180 سنتي على الاي سمول اكس هي ادتني لاندا، واحسب ال ال على الاي سمول واي، 180 على الاي سمول واي ادتني لاندا تانية. باخد اللاندا الاكبر من يا لاندا اكس يا لاندا واي اللي هي 87.3 هي الكبيره، تمام؟ بحسب، خلي بالنا التشيك ايكويشن تحت هي اللي معموله بالموف اهي، بس انا همشي معاكم في الخطوه. بحسب اف اويلر اكس 7500 على لاندا اكس تربيع، اهي 7500 على لاندا اكس تربيع طلعت دي، وبحسب الاف وركينج باكلينج 78.3 اقل من 100، عشان كده حسبت الاف وركينج باكلينج من المعادله الثانيه الموف دي، جيفن معاك في الامتحان ما تقلقش. يبقى انت دلوقتي هيطلع الاف وركينج باكلينج حسبناه. اقوم جاي حاسب انا دلوقتي الان على الاريا جروس على الاف وركينج باكلينج، تمام؟ ان على الاريا جروس على الاف وركينج باكلينج، ده بتديني معامل الاولاني اللي هو ده هوت في الاكويشن لتشيك، النورمال فورس ال10 طن، الاي اللي هي الاريا جروس، اف وركينج باكلينج اللي انا حسبتها، يبقى الاكشوال ستريس على الالاوبل في الباكلينج اللي هم ده نسبه المفروض بتطلع اكبر من 15%، تمام؟ يبقى انا دلوقتي بحسب الـ A1 اهي، ده معامل بيساوي الـ CMX على 1 ناقص الـ N على الـ A على الـ F Euler X. F Euler X اللي انا حسبتها الـ N والـ A اللي انا حاسبهم، تمام؟ اهو يبقى 85%، ده معامل ثابت CMX على 1 ناقص الـ N على الـ A على الـ F Euler X، هتديني ثابت 86%، ده هسميه الـ A1. التشيك ايكويشن سهلة، النورمال فورس على الاريا ده الاكشوال كومبريشن على الالاوبل اف وركينج باكلينج زائد معامل ثابت بيساوي البندنج مومنت اللي هو الام اكس على زد اكس على الاف ييلد بتاعتي، لازم تطلع اقل من 85% عشان الممبر ده يقاوم لي الكومبريشن فورس والبندنج مومنت، يقاوم لي الكومبريشن فورس والبندنج مومنت. طيب يبقى انا دلوقتي الجزء الاولاني ده من اللي انا حسبته اللي هو ال 25% اهو، تمام؟ طلع اكبر من 15%، فقمت اضطر نحسب دلوقتي المعادله بتاعتي، اقوم جاي حاسب ال A1 بتساوي السي ام اكس الخطوه الثانيه، واطلع الكلام ده هو كله يديني في النهايه المجموع بتاعي 78%، اقل من 85%، يبقى اوكي. دي طريقه التشيك بتاع الالاوبل ستريس ديزاين. لو انا عندي قطاع معرض لكمبريشن فورس وبندنج مومنت، ادي التشيك ايكويشن ان على الاي على الاف وركينج باكلينج بلس اي واحد ده ثابت، ام اكس على الزد اكس ده البندنج مومنت، الاكشوال على الاف ييلد اللي هو 1.6 طن على السنتيمتر مسطح، الستيل 44. اقدر الكلام ده احسبه، لازم المعامل ده هو يطلع اقل من 85%. حد عنده اي مشكله؟ المحاضره كده تعتبر خلصت، ما فيهاش الا جزئيه بسيطه اللي انا قلت لكم عليها خالص، اللي هي بتاعه اخر اند براكت اللي موجود، اللي احنا كده احنا دلوقتي صممنا من البدايه ان سمري، صممنا الكونكشن بتاع السترينجر والكروس جيردر مع بعض سيمبلي كونتينيوس، وبعد كده نقلنا على البريسنج، صممنا الكونكشنز بتاع البريسنج، وعرفنا انها يا فيرتيكال تشانل 220 يا دياجونال 110 يا 120، وخدنا اشكال القطاعات بتاعتنا
بتاعتي وخدنا الإليفيجن واليو فريم وعرفنا القوة اللي موجودة على اليو فريم كام اللي هو، وفي نفس الوقت دلوقتي وصلنا للتصميم صممنا الدياجونال بتاعي اللي موجود وصممنا الفيرتيكال اللي عليه بيندنج مومنت واكسيال فورس وعملنا التشيك بالالاوبل ستريس ديزاين. اي استفسار لغايه دلوقتي قبل ما انقل على اخر حته في المحاضره؟ تمام دكتور. نعم معلش، بالنسبه للاف اويلر اكس، الاف اويلر اكس ديت عباره عن اويلر اكويشن، دي ثابت 7500 على لندا اكس تربيع، 7500 على لندا اكس تربيع. لحظه واحده بس يا سيف، الليست دهيت دلوقتي عشان لو حد من الطلبه جم معانا في الاخر خالص. يبقى احنا ما ايه، ما ظلمناش حد. دلوقتي الباشمهندس بيسال دلوقتي بيقول لك الاف اويلر اكس دي عباره ان دي ثابت 7500 على لندا اكس بس، مش لندا الكبيره فيهم، لا على بتاع الاكس بس، 7500 على لندا اكس. لندا اكس اللي هي اللينس على الاي سمول راديوس اوف جايريشن في اتجاه اكس، هتديني 21.2. ها وضحت؟ اه تمام يا دكتور، شكرا. تمام خلاص، يبقى انا دلوقتي ده اللي احنا ايه عملناه. نيجي بقى لاخر جزئيه في المحاضره اللي هي عندنا دلوقتي الاند براكت. ايه الفرق بقى دلوقتي؟ خلي بالك السترينجر خلصت، اخر كروس جيردر موجوده ما بيبقاش على شمالها سترينجر، السترينجر هتيجي من اليمين، او اذا كانت على اليمين هتبقى جايه من الشمال وما فيش يمين. فاحنا ما بننهيش السترينجر بس كده، السترينجر بتيجي ما بننهاش مره واحده، لا بطلع من بره باند براكت بحته كانتليفر صغير، تمام بالشكل ده. الكانتليفر ده قد ايه؟ 40 سنتي للسنتر لاين بتاع الكروس جيرد. طيب ليه الكانتليفر ده بحطه؟ عشان بيشيل لي فلانكه هنا نهائيه للقطر، اخر واحده هنا اهو، بحط اخر واحده هنا على الكوبري، ابعد كده يبقى الطريق من على الشمال هنا اي حاجه بقى مش من الجزء من الكوبري. فلانكه وحيده بتبقى موجوده هنا اهو، الفلانكه دي بتشمل حمل كريتيكال عجله واحده 12.5 طن، زي ما خدت مع الدكتور احمد، يبقى 12.5 طن على بضربها في الامباكت، واحد زائد الامباكت بتاع السترينجر، ما على مسافه للسنتر بتاعي من السنتر بتاع الفلانكه او من العجله لغايه هنا 30 سم، يبقى في حته رفرفه بره اللي هي ال 40 سم. يبقى انا في بندنج بيساوي ايه؟ حمل العجله في 1 زائد فاي في ال 30 سم. ده بندنج مومنت جاي لي على الكانتليفر اللي هنا. طيب ايه اللي بيفرق معايا؟ البليت الفوقاني والتحتاني ما بيبقاش جاي لي بقى من 75% ام ديت زائد لايف زائد الامباكت، يبقى جاي لي من المومنت اللي جاي لي من العجله البرانيه اللي هي بتاعه الاند براكت اللي هنا دي. طيب المومنت اللي جاي لي هنا بقسمه على الارتفاع بتاع السترينجر، بيديني واحده كومبريشن فوق، تنشن فوق، وواحده تحت ايه؟ كومبريشن. بتديني مسامير، بدل ما هم هناك كانوا ظاهرين اربعه هيبقوا النص هنا اتنين بس، اهو ده الفرق الوحيد. المسامير ان 3 وان 4 هيبقوا 2 من الناحيه دي و2 من الناحيه الثانيه، في البلان هيبقوا ظاهرين 2 من الناحيه دي و2 ايه الناحيه الثانيه. طيب وفي النص البليت الفوقاني ده مش هكسره، مش هيبقى شبه منحرف من ناحيه فوق، لا هيبقى مستطيل زيه زي التحتاني. يبقى ده الفرق الوحيد، ان لان العزم مش كبير فانا البليت ده مش قلقان عليه قوي، فمش هاخده مضلع من فوق، هيبقى البليت اللي على الشمال ده مستطيل فوق ومستطيل تحت. فالحته الكبيره دي طبعا الفلانجه هنا وقفت برضو بتاع السترينجر عشان اتقطعت مع الفلانجه بتاع الكروس جيردر اللي في النص ديت، دي عشان اربط الجاست بليت او البليت الفوقاني مع الفلانجه بتاعت الكروس جيردر.
يبقى دي مش شايلة. كل اللي شايل الأربعة بولت دول الفور بولت اللي هو المسامير N3 و N4. المسامير N1 و N2 دي بتتحسب عادي الاتنين زي بعض من الرياكشن بتاع اللي هو السترينجر، واخد الناحية الشمال زيها عشان ايه سيفتي اربط اليمين والشمال زي بعض. يبقى ده الفرق الوحيد، ما بيبقاش حسابات له ولا حاجة. اخر كروس جيردر عندي بيبقى جاي لها سترينجر من ناحية واحدة، البليت اللي فوقاني هيبقى مستطيل بدل ما هو مضلع، وبيبقى فيه عدد مسامير N3 و N4 بتساوي كام؟ أربع مسامير، اتنين من الناحية دي واتنين من الناحية التانية بتاعة السترينج. تمام؟ طيب في حد عنده أي استفسار في الاند براكت؟ نيجي بقى للوحة المهمة دي، أول لوحة اللي انتوا هتشتغلوها في السكشن مع المعيدين، دي أهم لوحة اللي هيبقى في الشيت بتاعكو في الفصل ده هوت، لأنها هي دي اللي هتبين لك التقاطعات الدنيا كلها مع بعضها. اللوحة دي بتتكون من إيه؟ طبعا أنا بشرح لك الفكرة هنا هو، والمعيد هيمسك معاك الكلام ده بالتفاصيل، إخواتنا المعيدين والمدرسين المساعدين هيوضحوا لكم كل الكلام ده بالظبط. يبقى أنا عندي كروس جيردر، هناخد ثلاثة كروس جيردر، واحد اتنين ثلاثة، تمام؟ فيهم سترينجر ماشي أهي، سترينجر من ناحية اللي هي يمين وشمال، والإند براكت بتاعتها عشان نوصل الكونكشن. يبقى في الإليفيجن هيظهر لي كروس جيردر، هيظهر لي زي ما انتوا شايفين الكونكشنز اللي هم دي ودي متكررين، اللي على الشمال دي مختلفة عشان أبعاد الايه الأبر بليت واللور بليت هيبقوا صغيرين شوية. عنده ده بيبقى واخد من هنا 8 مسامير، هيبقى واخد من هنا 4 مسامير، تمام؟ طيب يبقى أنا دلوقتي كروس جيردر في الإليفيجن، 3 كروس جيردر وسترينجر ماشي عليه. طب في البلان بقى، البلان ولا هتجيب حاجة من عندك، كله أنا رسمته لك دلوقتي. هنقطع كده هو في البلان أهو في الحتة ده، يبقى الحتة اللي على اليمين دي هنوضح فيها مين بقى يا ريس؟ هنوضح فيها التفاصيل بتاع البريسنج اللي هي الديتيل A والبي والسي اللي أنا شرحتهم لكم من شوية، تمام؟ طيب الحتة اللي على الشمال هنوضح فيها الأبر بليت اللي أنا رسمته بتاعنا بتاع الـ لو أنت شغال كونتينيوس، واللور بليت لو أنت شغال كونتينيوس بتاع واحدة في النص، وبتاع الاند براكت الأبر بليت واللور البتاع. طبعا لو واحد شغال سيمبلي سبورتد البليتس دي مش هتبقى موجودة عنده، هيبقى موجود بس الحاجات اللي في الويب، وفي الحالة دي كل الكونكشنز هتبقى زي بعضها بين السترينجر والكروزجر. أنا كده خلصت المحاضرة في ساعة ونص، اللي عنده أي استفسار يتفضل يسأل. ها ها دكتور. نعم يا هي دي طبعا ملهاش علاقة بعدد التراك دبل أو سنجل، ملهاش علاقة خالص اللوحة؟ لا التصميم التصميم اللي احنا عملناه للبريسنج والكونكشن. لا ده سؤال ذكي جدا. دلوقتي لو سنجل تراك مش هيبقى فيه سترينجر مع كروس جيردر ولا لا؟ لو سنجل تراك هيبقى الكونكشن بين السترينجر والكروس جيردر زيها، صح؟ يبقى السنجل والدبل ما فرقتش معايا في اي شيء. لو سنجل تراك هيبقى فيه بريسنج واحدة، لو دبل براك هيبقى فيه اتنين بريسنج. يبقى انت واخد بالك الاتنين زي بعضها، تمام؟ تمام يا دكتور. بصمم مرة واحدة على 100 كيلو نيوتن، وبعد كده البريسنج اليمين والشمال بيبقوا زي بعضه. سؤال ظريف جدا وفاهم. حمدي ولا مين؟ يا دكتور حمدي، حمد عمارة مع حضرتك. طب يا حمدي اي حد عنده اي استفسار تاني يا جماعه؟ احنا معانا وقت، احنا ضغطنا بس عشان نخلص بدري شويه في المحاضره. طب وديك وبوني بتفرق برضك يا دكتور ولا ولا الهوا؟ ديك وبوني ولا هتفرق معايا. البلسترينجر موجوده في الديك وموجوده في البوني، الكونكشن بين السترينجر والكروس جيردر
مش هتفرق معايا الديك والبوني. الديك والبوني بيفرق في تصميم الكروس جيردر، وبيفرق في تصميم مين بقى؟ المين جيرد. تمام تمام. طيب انا دلوقتي بالنسبه للحضور يا جماعه، بصراحه انتوا دلوقتي الميعاد ده مناسب ليكوا ولا مش مناسب؟ احنا عندنا الاربع الجاي محاضره، لو يوم الاربع ده مش مناسب، بس احنا ما بنحبش نغير عن الجدول. انا عايز اعرف الميعاد اللي فيه الباقيين دلوقتي، كان 91 من 170، يعني تقريبا تلتين الدفعه بس اللي حاضر. انا عايز اعرف الميعاد المناسب فيكو عشان ان احنا نشتغل فيه. وده كويس يا دكتور. هو دكتور المندوب مين؟ هو المندوب محمد معانا هنا ولا لا؟ اه موجود يا دكتور. طيب محمد دلوقتي الطلبه كلها عارفه الميعاد يا محمد ولا لا؟ ايوه يا دكتور، ببلغهم امبارح والميعاد ثابت. يعني يقول لك النهارده هم موجودين في الكليه عليهم مشروع. انا ما اعرفش مين مشروع ده، واذا كان الميعاد ده المشروع لو سمحتوا غيره في ميعاد تاني غير المحاضر. تمام، يبقى احنا ميعادنا الاسبوع الجاي ده الساعه 11 برضو. ايه اللي انتوا حبيتوها بدري او قبل او بعد عشان مواعيدكم؟ ما عنديش مشكله، بس انا لو فرقنا عن الجدول عشان تبقوا عارفين، لو جه حد اتكلم معانا هنقول عشان كنتوا اصلا فضيتوا الميعاد اللي قدامنا، مش عشان حاجه، مش عشان ان احنا عايزين نغير. انا الميعاد ده مناسب بالنسبه لنا الكل، يكون لو حد بينام او حد وراه حاجه يبقى الساعه 11 ما فيهاش مشكله. حد عنده اي مشكله في الاربع اللي جاي؟ لا تمام يا دكتور، الميعاد مناسب يا دكتور عادي. الاربع اللي جاي الميعاد مناسب. خلي بالنا بقى الاربع اللي بعده اذا ربنا ادانا العمر كل سنه وانتم طيبين، هيبقى الاحتمال يكون عيد او وقف. فان شاء الله وباذن الله على ميعاد المحاضره الجايه الاربع الجاي تتفقوا مع الباشمهندس محمد يقول لنا الميعاد اللي هيبقى ناخده فيها، لان عندي اي وقت ممكن ناخد حد او اتنين المحاضره، بس الميعاد اللي انتوا تقولوا لي فيه عشان ما نتاخرش في المنهج. احنا عندنا اربع محاضرات مهمين بيبقى عليهم تلتين الدرجه بتاع الامتحان اخر السنه. تمام تمام يا دكتور، يلا بالتوفيق ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم الاربع اللي جاي.